السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أشغال البيت مع أم بنات. نبدأ بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كما كتشوفوا معايا اليوم عندي واحد المقيلة اللي خفيفة ظريفة، طليق العشاء كما طليق الغداء، واللي سهلة أي واحد ممكن يحضرها في واحد الوقت اللي هو سريع بزاف، ومغذية في نفس الوقت، ما فيها لا لحوم لا دجاج لا حتى شي حاجة، سهلة. كنتمنى تفرجوا في الفيديو باش تعرفوا المقادير ديال هذه الوصفة وتطبقوها ان شاء الله، وترجعوا تكتبوا لي في التعاليق كي جاتكم. يلا معايا اللي بغى يعرف باقي المراحل، يلا معايا. كما كتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نبداو على بركة الله. عندنا ان شاء الله بصلة كبيرة اللي مشلضة، ديرها مربعات رقاق، قطعها رقيقة. عندي فلفلة نص حمراء نص خضراء، تما مقطعة مربعات رقاق. ممكن كيبقى كما كنقولوا دائما على حسب الافراد ديال العائلة، يعني ممكن ديروا فلفلة كاملة وممكن ديروا جوج على حسب كل واحد الافراد ديالو. عندي هنا بطاطا كبيرة حتى هي مقطعة مربعات صغار، اللي وضعها في الماء باش تحيد داك النشا ديالها. عندي هنا التوابل، عندي شوية الملح شوية البزار، عندي تحميرة اي البابريكا، وعندي كمون حبوب، يعني كيعجبني انا هكا في هذه الوصفه. عندي ثوم بودر، اولا اللي ما عندوش ثوم بودر ممكن يحك واحد الثومه، وزيت المائده اولا زيت الزيتون على حسب الموجود. هذه المرحله الاولى، عاد ان شاء الله المرحله الثانيه في واحد المقله غادي ناخذ نشحر البصله والفلفله، عاد من بعد غنضيف عليهم بطاطا وغنبدا معكم المراحل. بعد ما البصله تشحرناها شويه واحد دقيقه ولا جوج، غادي نضيف دابا الفلفلة حتى هي نشحرها شوية. بسم الله، بعد ما ضفت الفلفلة على البصلة حتى هي تشحر معايا شوية، غادي نضيف مباشرة عليهم البطاطا حتى تشحر معايا شوية. عاد العطريه اللي ما درتش اولا الاقامه غادي نضيفها في الاخر. في الاول درت غير شويه البزار والملحه باش نسمو، ملي غادي يدخل معاهم طيب عاد غنضيف ديك شويه تحميره اي البابريكا والثوم بودر. وكما قلنا اللي ما عندوش ثوم بودر ممكن يدير ثومه هكا يحكا، المناسبات كتبقى كل واحد على حسب الذوق ديالو. كما كتشوفوا معايا البصله درنا واحد دقيقه ولا جوج، ضفنا عليها الفلفله حتى هي دقيقه ولا جوج غير كيتشحروا معنا. يعني دابا غادي نضيف ديك البطاطا اللي انا كنت واضعه في الماء باش تحيد النشا ديالها، حطيتها في الشبكه باش تسقطر. غادي نضيفها دابا، تسولوني واش البطاطا مسلوقه لا ما مسلوقاش، راه كطيب معايا نقطعها رقيق ونرجع معها داك الصاج ديال الطياب هو اللي غادي يطيبها. اللي خافت ممكن تسلقها نص مسلوقه، انا لا كنضيفها غير هكا وكطيب معايا، يعني كاين شي مشكل. بعد ما حركتها شويه مزجت ما بيناتهم، دابا غادي نضيف ديك شويه تحميره اي البابريكا غير شويه من الفوق، لان ديك الفلفل الاحمر حتى هو غادي يطلق اللون ديالو. وغنضيف شويه الابزار وشويه الملح، ممكن اللي بغى يدير اي نوع ديال التوابل ممكن يديرها، انا كنفضل غير هاد الابزار وشويه التحميره وديك كامل حتى هو غادي نضيفو. اللي بغا يديرو الطحون يديرو، انا كنديرو هكدا هادي بس كما كتشوفو معايا. ثومه بودر اولا كما قلنا نحكو ثومه، غادي نمزج ما بيناتهم مزيان، يعني نخلط ما بيناتهم مزيان صافي. وغادي نقطع عليه ونقص عليه البوطه ونخليه يطيب على خاطر حتى نهز البطاطس قبل ما ندخل فيها الطياب. غادي نكملو ان شاء الله المراحل اللي من بعد. كما كتشوفوا معايا راه منتاش معايا حتى ربع ساعه، راه تبارك الله البطاطا راه طابت، تخافوش منها هادشي طابتها ما سالقاها ما والو، ولكن اللي خافت
سلقه نص سلقه، انا ما سلقتهاش، محتاجيتش غير ملي كترميوها ملي كتشحر معنا الفلفله والبصله مزيان كنضيفوا ديك البطاطا كنشحروها ونضيفوا ليقامه ونقصوا على البوطه بالمهل ونغطيوها باش داك البخار يرجع معاها وكطيب. هذه النقيله ديالنا هي طابت ولكن مازال خاصها بعض الاضافات. عندي هنا واحد ربعه البيضات كما كتشوفوا من حجم متوسط، عندي جوج فرماجات للدهن، شويه القزبر معدنوس اللي قطعتهم رقاق اللي غنضيف شويه دابا في المقله وشويه مع البيض، عندي هنا واحد نص كاس ديال الحليب اولا معلقه ولا جوج ديال الياغورت كيبقى على حسب الموجود عندك كما كنقولوا، اولا ما كانش بلاش، يعني هادو غير اضافات، اللي ضروري هو البيض ممكن تهرسوا عليه فقط، هادو كيبقاو اضافات باش كنزيدو نسمو داك الطبق ديالنا. والليقامه اللي بقات ليا غنضيف منها شويه وشويه البودره ديال الثوم كما قلنا. المهم غادي نهرس البيض كما كتشوف معايا هنا، غادي ندير الحليب هو الاول باش ملي نضيف عليه ديك الليقامه ما تلتصقش ليا في البيض. كما قلنا اللي عندكم ياغورت مسوس ممكن ديروا واحد جوج معالق كبار ولا معلقه. غادي نهرس دابا غنضيف شويه الابزار وشويه الملح وممكن تضيفوا حتى شويه السكنجبير لانه كيجي مع البيض كيحيد ديك الزفوره. مليحة شويه البابريكا شويه الابزار ونضيف هذا الربيع حتى هو واحد شويه منه بودرة الثوم، ممكن تحكوا واحد الراس ديال الثومه كل واحد على حسب الموجود ديالو. دابا غنهرس عليهم البيض، من بعد ما هرست دوك البيضات غادي نطربهم مزيان كما كتشوفوا معايا، غنطربهم مزيان ومني غنطربهم هاد الفرماج عندي هنا راه غير معلقه كبيره، غير طبسيله غير صغير، يعني الا ما عندكش بلاش لا هو ولا هاد الفرماج كما قلت لكم هاد الاضافات كتبقى اختياريه، والحليب حتى هو ممكن تعوضوا بياغورت ولا ما كانش بلاش. المهم هاد الفرماج هذا غندير نصو مع البيض ونحركو مزيان كما كتشوفوا معايا، يعني واحد نص معلقه والنص غنضيفو في المقلات هو وهذا الربيع اللي نقصت، وهذا الفرماج حتى هو غنديرو في المقله، وغنوريكم ان شاء الله باقي المراحل، غنخلطو مزيان حتى ينسجموا معايا وغنوريكم ان شاء الله شنو مازال غندير. كما كتشوفوا معايا قطعت داك الفرماج هنايا، غنضيف هذا الفرماج اللي تبقى لي حتى هو من فوق. هادشي كيبقى غير اختياري، وممكن اللي عنده طون بغى يضيفو في هاد المرحله، اولا صدر ديال الدجاج مشحر اولا كفته مشحره، يعني تيبقى انا بغيت ندير معكم كلشي، هادشي الحمد لله عندي، ولكن بغيت ندير شي حاجه اللي هي ساهله وموجوده في كل دار كما كنعرفوا، الفلفله البطاطا البيض تقريبا في كل دار موجود الحمد لله هادشي، يعني شي السيدات العاملات اولا التلميذات اللي يلاه يعني كيجيو من الدراسه مزروبين ما عندهمش الوقت، يعني اي واحد يقدر ينوض يدير هاد المقيله بالخف، كتوجد معك كدي معك واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه ديال التوجد، هي موجوده الحمد لله عندك ومغذيه كما كنعرفوا، الخضار مزيانه الفرماج البيض، يعني واحد الوجبه اللي هي مغذيه وصحيه. كنتمنى تشجعوني باش نزيد نعطيكم بحال هاد الوصفات لان بنياتي تيبغيوهم عندهم هاد الوصفات كما كنقول حنا السريعه اللي كتوجد بالخف. غادي نضيف دابا في هاد المرحله هادي البيض اللي طربت مزيان صافي، غادي نخليه نقص كما كتعرفوا البوطه، ملي نقص عليه البوطه نخليه حتى يطيب معنا البيض ونوريكم النتيجه ان شاء الله. هي راه كتجي في ديك المقله اللي ما كتلصقش، انا حيت عندي هذه حتى هي ما كتلصقش المقله ديال الطيفال، ملي كطيب كتولي بحال شي طورتيه، يعني كتقطعيها طروفه الا بغيتي اولا اللي بغى يعني ياكلها هكا في النقيله راه كتجي. المهم كنحاولوا نديروا شي حوايج اللي ساهلين ويقدر اي واحد يوجدهم. بسم الله نحاول نوزع البيض على المقله كامله، غنغطي نقص عليه البوطه ونخليه حتى يوجد ان شاء الله. نعاونو المقيله ديالنا هكا بالفرشيط اولا بشي معلقه باش الدور ديال داك الحليب باش يجي معنا ديك البطاطا والبيض يجي فتي، اولا كما قلنا معلقه ديال الياغورت كيبقى على حسب الموجود. صافي غادي نقصو عليه البوطه مزيان
ونغطيو حتى يطيب معنا، ما يحتاجش معنا حتى ماشي حتى 3 دقائق، يعني غير قد ما رخفنا البوطه قد ما يوجد معنا مزيان. كما كتشوفوا معايا هي المقيله ديالنا وجدات، تبارك الله ما شاء الله، واحد الريحه طالعه مشهيتكم فيها، كنتمنى تجربوها. صافي غادي نطفي دابا البوطه، نطفي عليها، كيبقى اللي بقى يزينها لا عندكم هكا الزيتون كحل اولا اي زيتون كما كان. انا غادي عندي واحد شويه الزيتون اخضر غادي نديرو من الفوق بحال هكا غير عشوائي، نتمنى تجربوها. وجبه اللي هي خفيفه وسهله في التوجد، مهم كنتمنى تجربوها ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لان كتستحق التجربه، وكنتمنى منكم التشجيع واللايكات ما تنساوهاش فضلا وليس امرا. نوريكم كي جات، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. واحد الوصفه اللي هي كما قلنا سهله وبنينه، وشي حاجه اللي كتعجب الوليدات. بسم الله على بركه الله، شوفوا معايا تبارك الله كي جات ما كتلتصق ما حتى شي حاجه، كما كتشوفوا معايا ما التصقات ما والو. وممكن حتى ديروا هكا فشي مقلات ولا فشي اناء اللي كيدخل الفران، يعني تسبقوا كاع المراحل، ممكن تخلطوا كلشي في الاناء وتكبوها في داك المو ديال الفران وتدخلوها حتى هي كتجي زوينه. ممكن تضيفوا واحد شويه الكمون من فوق، لان انا درته لداخل درته في الحشو، كيف ممكن تضيفوا واحد الحكه ديال الزعتر اللي انا كتعجبني، وممكن تزيدوا شويه زيت الزيتون، كيبقى داكشي كل واحد على حسب الاختيار ديالو. هاد الوجبه اللي هي مغذيه، ومن هادشي كامل انها سهله ممكن اي واحد يوجدها، يعني الصغير والكبير يقدر يوجدها. يلا خليت لكم الراحه، نتمنى يعجبكم الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.